بيت وبيت بشتغل وبشتري وببيع انت مكان ابويا. دلوقتي بقيت بتأجر البيت وبتشتري ومعاك تروسيكل الوالده صح؟ بتتحرك بيه؟ لا عندك كم اخ واخت؟ بس معاك عطلان. عندك كم اخ واخت؟ انا عندي بنتين متجوزين كبار، وعندي اخواتي اصغر مني، وعندي اختي اصغر منهم، وعندي محمد الكبير اخويا اكبر مني. انت اللي بتعول الاسره دلوقتي. وانت لما انا شفت الشاب اللي كان موجود معانا كان بيقول ان هو اداك سلاح ساعتها وقال لك خد حق والدك، وانت قلت له انا لا ما رضيتش ان انت تاخد. شاهد ومتابع. وانا شايف ان احنا مش على كده، هو علمنا على الصح والغلط. انا شايف ان انت عند المقبره انت متاثر جدا، وبتقول لوالدك انا دلوقتي انا قلبي سريح عشان الحكم النهارده حكم الاعدام. كنت بتقول له ايه النهارده وانت عنده واقف عند شاهد المقبره؟ بقول له حقك جه يابا، حقك جه، مش عارفين ان انت مظلوم، مش حاسب ان انا وكيل فيه. انا شايفك مظلوم، ومازال اثار الصدمه باينه على عينيك وباينه على وشك، اثار الصدمه اللي موجوده. وكمان انت كنت بتقول ايه الاهالي الاسماعيليه، الناس اللي كانت بتسمع قصص خياليه بموضوع الاعتداء او اللي فيه اعتداءات جنسيه او القصص دي كلها، انت بتقول لهم ايه؟ بقول لهم اه الفتيات انت اللي بتقول اغتصب مش اغتصب، اه ادينا اه الراجل طلع مظلوم، حاسب ان انا وكيل فيه. دلوقتي الطب الشرعي اثبت ان كل الادعاءات دي كاذبه بعد الكشف، بعد الكشف على المتهم طلع ان هو كلامه كله كذب، مفيش اي اعتداءات، مفيش اي اعتداءات. قول لي بقى، يعني الحمد لله يعني قرب خلاص، الحمد لله الحمد لله ورجع، يعني ورجع. هتعملوا ايه دلوقتي انت؟ وانا قلت له النهارده لما جيت انت كطارق ابن عم احمد الله يرحمه ضحيه السفاح، انتوا عملتوا ايه النهارده؟ قلت له ايه النهارده رسالتك اخيرا؟ جينا وقلنا يا ابو حاج يا ابو حاج الحمد لله ربنا يسرع في نومك. انتوا اول زياره ليك دي بعد الحادثه؟ اول زياره ليه. والنهارده الخميس طبعا كان يوم الزيارات، انا شايف كانت فرحه عارمه من والدتك واختك، كانوا بيزغرطوا بعد الحكم، كانوا مستنيين الحكم ده فارغ الصبر. كان شعورك ايه والمحكمه بتاجل الحكم لثلاث مرات؟ كنت ممكن تتخيل ان في حكم ممكن يطلع تاني غير الاعدام؟ لا كان في ناس بتقول ده اديلهم معبد، وفي ناس بتقول طلعوا والكلام دوت. انت شايف ان حكم الاعدام ده حكم عادل النهارده، وان المحكمه يعني اخذت لك حقك وحق والدك، وان انت ما قمتش بجريمه زي ما هو قام بجريمه، وان انت ما خدتش حقك في ساعتها زي ما الناس كانت بتقول لك؟ انا شايف ان